والله بالنسبة للحائض إذا كانت معلمة قرآن فالله الحمد والمنة الآن يعني التقنيات الحديثة يعني الحمد لله تغني، فإذا كانت المعلمة من حفظها تقرأ فهذا قلنا ما في إشكال هذا. أما بالنسبة لمس المصحف فإما أن يكون عندها هذا الجهاز الآن في أجهزة مثل الكمبيوتر الصغير فيه المصحف كامل تتبع من هذا الجهاز، وإذا كانت لا تملك هذا الجهاز تأخذ كتابا في التفسير مثل الآن تفسير ابن سعدي مثلا مكتوب بجانبه في جزء منه زاوية المصحف كامل من التفسير تقرأ، لكن لا المصحف نفسه لا تمسكه أبدا. أي نعم.